حسبك رتبة يا أيها الأمي حسبك رتبة بالعلم أدانت لك العلماء يا من له يا من له الأخلاق يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها ولا يتعشق الكبرى والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا حاشا بغيرك موعد ولقاء حاشا بغيرك موعد ولقاء قد جاءوا للذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله.
الرضا في جنتك داخلا.